الكرامة والاعتزاز بالنفس والحفاظ على الهوية القطرية عند التواصل في العالم الرقمي صفات وممارسات ظهرت بوضوح في ظل ظروف الحصار الجائر على قطر، ودفعت كبار الشخصيات والإعلاميين والرؤساء التنفيذيين لبعض المؤسسات لمناقشتها في منتدى المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي من خلال جلستين تناولت كيف كانت ممارسة الأخلاق في الطرح السياسي عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديث، ودور الشخصيات العامة القطرية في وسائل التواصل الاجتماعي في الحفاظ على القيم القطرية. نؤكد أن الإنترنت توفر فرصاً ومنافع هائلة، فإننا يجب أن نظل منتبهين لسلوكياتنا في الفضاء الإلكتروني بحيث نتعامل بمسؤولية ونلتزم بقيمنا وأخلاقنا كما هو الحال في العالم الواقعي. وبعد أن قامت بتطويره في إطار حملة أخلاق قطر، دشنت وزارة المواصلات والاتصالات دليل المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي، وهو مستمد من الدستور الدائم للدولة، حيث يتضمن هذا الميثاق قيم الاحترام والاستقامة والمسؤولية وما يتفرع عنها من قيم اللباقة والنزاهة والصدق والخصوصية. وتلعب هذه القيم الأساسية الثلاث دورا مركزيا في تشجيع وتعزيز التفاعل الإيجابي. إحصائيات رسمية تشير أن معدل استخدام القطريين للإنترنت يبلغ 95%، ويقضي القطريون نحو 45 ساعة أسبوعيا على شبكة الإنترنت، وهو ضعف المعدل عن باقي دول العالم، كما أن معدل استخدام سناب شات في قطر هو الأعلى في المنطقة. ورغم شراسة الحملة الموجهة ضده وضد بلده، حافظ الشعب القطري على رفعة أخلاقه ورقيه، محققا نجاحا باهرا في امتحان أخلاقي حقيقي.